بالفعل رواند، يعني الساعات الماضية شهدت على سلسلة مستجدات فيما يخص الجبهة الجنوبية، إن كان على صعيدي التوغلات البرية الإسرائيلية أو حتى عمليات التصدي من قبل المقاومة، والتي شكلت في بعض البلدات ما يشبه هجمات مرتدة فاجأت قوات العدو الإسرائيلي وأدت إلى قتل وجرح عدد منهم. نذهب مباشرة إلى الخريطة لنوضح الصورة أكثر حول هذا الموضوع. البداية كما جرت العادة من أطراف القطاع الغربي وحتى القطاع الأوسط، هذا المحور الذي كان قد تحرك بشكل كبير مساء يوم أمس، خصوصا مع الهجوم الذي نفذته المقاومة باتجاه قوات العدو الإسرائيلي التي كانت تحاول التقدم باتجاه عدة بلدات، لا سيما في أطراف مروحين، وحيث يعني تقدمت القوات الإسرائيلية مسافة تتراوح بين كيلومتر وكيلومتر ونصف الكيلومتر باتجاه بلدة مروحين، وهناك تم استهداف تجمعين للجنود الإسرائيليين عند أطراف مروحين تحديدا، وذلك أيضا عند المنطقة الواقعة بين مروحين وجبل بلاط، إضافة أيضا إلى المناطق الحرجية الواقعة بين مستوطنة زرعيت المتاخمة للحدود، والتي يمكن أن نراها في مقدمة هذه الدبابة بالقرب من الشريط الأزرق، وأيضا يعني المنطقة الواقعة بين مروحين والحدود. وهناك تم استهداف، يعني نسمع أصوات انفجارات في هذه اللحظات، سنحاول أن نتأكد من طبيعة هذه الأصوات. يبدو أنه إطلاق لرشقة صاروخية جديدة باتجاه الأراضي المحتلة. سنعود مباشرة الآن إلى صورة النقل المباشر للتأكد من هذا الموضوع، ولكن سمعنا بشكل واضح إطلاق عملية إطلاق صواريخ، لم تدوي حتى اللحظة أي صفارات إنذار باتجاه في الأراضي المحتلة، وبالتالي سنراقب ما يحدث وسنتبع يعني وسائل الإعلام الإسرائيلية للتأكد من هذا الموضوع. نعود مباشرة إلى الخريطة. نحن كنا نتحدث سقطت هذه الصواريخ، يبدو أنها استهدافات حصلت لتحركات إسرائيلية عند مثلث الطيبة العديسة رب 30. إذن رأينا بشكل واضح الآن سحب دخان جديدة ترتفع من المكان الذي نراه الآن في الصورة بكاميرا الزميل إلي أبو عسلي. يبدو أن المقاومة استهدفت أو رصدت تحركات للعدو الإسرائيلي في محيط بلدة الطيبة والعديسة، حيث تم استهدافها به الصواريخ، ويبدو بشكل واضح سحب الدخان وهي ترتفع من تلك المنطقة، خصوصا أن هذا المحور كنا سنتحدث عنه يعتبر المحور الأكثر سخونة في هذا اليوم، والذي نفذت فيها المقاومة سلسلة عمليات باتجاه تحركات إسرائيلية. في مروحين بدأ المشهد واضحا ليل أمس، العدو الإسرائيلي حاول التوغل من هناك وأيضا من الأطراف الشرقية لمروحين، وتحديدا المنطقة الواقعة بين مروحين ورامي. هناك أيضا استهدفت المقاومة تحركات إسرائيلية في محيط مدرسة رامي الواقعة عند الأطراف الغربية لهذه البلدة، وكنا قد تابعنا صباح هذا اليوم مشاهد نشرها العدو الإسرائيلي لعمليات تفجير المنازل، عمليات تفجير المنازل والمباني الواقعة عند أطراف بلدة رامي. في بلدة رامي نحن نتحدث عن عمق يعني يصل إلى كيلومتر واحد بلغه الجنود الإسرائيليون في توغلهم باتجاه هذه البلدة، ولكن يمكن أن نؤكد أن المحاولات للتقدم أكثر باتجاه الأطراف الحرجية في شمال رامي ومروحين لم تنجح، فكانت الاستهدافات حاضرة وأجبرت المقاومة القوات الإسرائيلية على التراجع باتجاه مناطق غير مكشوفة وأيضا مناطق أخرى داخل الأراضي المحتلة. الحدث الأبرز الذي حصل يوم أمس هو في عيتا الشعب. في عيتا أكثر ما يقارب حوالي أسبوعين يحاول العدو الإسرائيلي نشر الدعاية بأنه سيطر على عيتا واحتل عيتا، وأيضا عيتا الشعب سقطت تحت سيطرة القوات الإسرائيلية. ما حدث بالأمس أن قوة من المقاومة
هاجمت القوات الإسرائيلية في عيتا الشعب واشتبكت معها من مسافة صفر وأسقطت فيها 4 قتلى وعدد من الجرحى. الشهود العيان يؤكدون بشكل واضح أنه تم رصد مروحيات عسكرية إسرائيلية يوم أمس مقابل عيتا الشعب، أتت من اتجاه برانيت وسعسع باتجاه موقع الراهب الذي يقع في مقابل عيتا الشعب، وعملت على إجلاء القتلى والجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي باتجاه مستشفيات زيف في صفد وأيضا رمبام في حيفا. كنا قد علمنا صباح هذا اليوم بحسب التقارير الإسرائيلية أن 4 عائلات تبلغت بمقتل أبنائها مساء يوم أمس في عيتا الشعب، وبالتالي أكدت المقاومة من خلال هذه العملية أن وجودها في عيتا الشعب حاضر وأن الاشتباكات والاستهدافات مستمرة في هذا المحور. من عيتا الشعب ننتقل مباشرة إلى عيترون. عيترون بالأمس رصدت فيها تحركات إسرائيلية للمرة الأولى بعد أن حيدت هذه البلدة طوال الفترة الماضية عن كل الأعمال العسكرية. في عيترون يحاول العدو بشكل أو بآخر الالتفاف على مارون الراس وعلى يارون وبليدة من جهة الشمال والشمال الغربي تحديدا. هناك قصفت المقاومة واشتبكت من مسافة صفر مع قوات العدو الإسرائيلي المتوغل عند الأطراف الشرقية لبلدة عيترون. نحن نتحدث عن مسافة أقل من 500 متر سلكها الجنود الإسرائيليون من ممرات غير مرئية بحسب ما أكدت غرفة عمليات المقاومة، وبالتالي تم اشتباك معها على 3 مرات يوم أمس. وقامت قوات الإسناد الصاروخي في المقاومة بقصف أيضا هذه التحشدات الإسرائيلية التي استخدمتها القوات البرية لمساندتها في إجلاء هذه القوة المستهدفة، فتم الاستهداف لها 3 مرات. ثم عادت المقاومة واستهدفت هذه البلدة التجمعات الإسرائيلية في هذه البلدة. ولكن يمكن أن نقول بشكل رسمي أن عيتا دخلت إلى المواجهة بشكل رسمي من خلال التحركات البرية الإسرائيلية. الأمر نفسه حصل في حولة يوم أمس وتحديدا عند الأطراف الشرقية لبلدة حولة، أي الأطراف التي تقع في محيط موقع العباد المعادي وهو من أكبر المواقع العسكرية الإسرائيلية في القطاع الشرقي. هناك رصدت المقاومة تحركات من محيط موقع العباد باتجاه داخل بلدة حولة فاستهدفتها بالصواريخ وأرغمتها على العودة إلى الأراضي اللبنانية. الهدف من بلدة حولة تحديدا هو تحقيق الالتفاف على ميس الجبل من جهة، وأيضا على بلدة المركبة تحديدا في الأطراف الشمالية لحولة. هناك يمكن أن نتحدث أن المقاومة استطاعت أن تتصدى لهذه التحركات، وقد أكد هذا الأمر الغارات العنيفة التي شنها العدو الإسرائيلي في الساعات الماضية على بلدة حولة، ما يؤكد انسحاب العدو الإسرائيلي من هذه البلدة. اليوم عاد محور أو مثلث العديسي رب 30 الطيب إلى الواجهة من جديد. نحن نتحدث عن سلسلة عمليات نفذتها المقاومة في هذا المثلث تحديدا وهذا المحور. في بلدة العديسي على سبيل المثال دمرت المقاومة اليوم 2 مركبة تابعة للعدو الإسرائيلي، إحداها في الجهة الغربية وإحداها في الجهة الجنوبية، حيث كانت الدبابات تحاول التوغل باتجاه أطراف بلدة الطيبة. الاشتباكات حصلت هناك أيضا. المقاومة أوقعت إصابات في صفوف العدو الإسرائيلي وتحديدا في المناطق الواقعة عند العديسي رب 30 والطيبة، واشتبكت معها من مسافة صفر بحسب ما أكدت البيانات. أيضا إذا أردنا أن نشرح هنا، المسافة التي قطعها العدو الإسرائيلي هي تتعدى كيلومتر لا تصل إلى 1.5 كيلومتر بحسب ما تؤكد المصادر الميدانية. هي حركة دخول وخروج للأطراف الشرقية من بلدات رب 30 والعديسي. هناك أيضا دمر العدو الإسرائيلي معظم الأبنية السكنية والمحال التجارية الواقعة مقابل الحدود اللبنانية الفلسطينية، وبالتالي يعمد من خلالها العدو الإسرائيلي إلى تدمير كل ما يقف في طريقه من أبنية، خصوصا أنه يسعى لفتح الطريق للوصول إلى الطيبة، هذه البلدة التي لا تزال حتى الآن صامدة أمام كل المحاولات الإسرائيلية، خصوصا أن المقاومة تنفذ عمليات بطولية في محيط بلدة الطيبة ودمرت أول من أمس أكثر من 7 دبابات في هذا المحور. وهذا الأمر أدى إلى تراجع وانكفاء
العدو الإسرائيلي يوم أمس عن التقدم باتجاه هذه البلدة، ولكن المقاومة أعادت اليوم ذكر موضوع هذا المثلث، حيث كما أصبح معلوما يحاول العدو الإسرائيلي الوصول إلى مشروع الطيبة، وهو يعني من التلال المهمة جدا على الصعيد العسكري، خصوصا أنه بحال الوصول إلى هذه التلة تكشف القوات الإسرائيلية بشكل واضح الداخل الجنوبي إن كان باتجاه مجرى نهر الليطاني وبلدات دير سريان وحتى زوطر يعني يحمر شقيف وغيرها من البلدات، أو حتى باتجاه الغرب أي باتجاه وادي الحجير وغيرها من البلدات الواقعة بين الطيبة ووادي الحجير. في الخيام سلسلة غارات نفذت بشكل واضح منها في هذا اليوم على هذه البلدة وطوال الأيام الماضية، ونرى النيران تشتعل من هذه البلدة بفعل الاعتداءات الإسرائيلية والغارات الجوية صباحا أيضا، ومع ساعات المساء أو مع بعيدة منتصف الليل أعلنت المقاومة استهداف تحركات للعدو الإسرائيلي في مرتفعات شبعة وكفرشوبة، حيث يعني في مرتفعات شبعة وكفرشوبة تقدمت قوة إسرائيلية باتجاه أطراف بلدات شبعة وكفرشوبة أي ما يعرف بمرتفعات سدانة ويعني الأطراف الحرجية لبلدة الهبرية، هناك أيضا تم استهدافها بالصواريخ، وعمدت المقاومة إلى إبعاد هذه القوات المتقدمة، ولم نرصد حتى هذه اللحظة أي تحرك إسرائيلي باتجاه هذه البلدة. الآن نذهب مباشرة إلى يعني صورة المباشر، حيث ينفذ الطيران الحربي المعادي غارة الآن باتجاه المناطق الواقعة باتجاه بلدة العديسة تحديدا، أي المنطقة الممتدة من العديسة وكفركلة، يمكن أن نرى بشكل واضح بصورة المباشر غارة إسرائيلية باتجاه تلك النقطة، علما أن هذه المناطق كانت عرضة للعديد من عمليات التفخيخ والتفجير من قبل العدو الإسرائيلي طوال الأيام الماضية. هذا فيما يخص العمليات على طول الحدود. مباشرة إلى خريطة الأراضي المحتلة، رشقات صاروخية متتالية لا تتوقف باتجاه مناطق مختلفة داخل الكيان المحتل، إن كان على طول الشريط الحدودي أو حتى وصولا إلى حيفا، وقليلا اليوم ما بعد حيفا، لسيما في استهداف شركة الصناعات في زوفولون تحديدا الواقعة جنوب حيفا، والتي تم استهدافها صباحا برشقة صاروخية سقطت على إثرها الصواريخ وألحقت الأضرار بمدينة حيفا ومحيطها، ويعني أصبحت كما أصبح معلوما حيفا نفذت وعدها المقاومة بأن تصبح حيفا مثل كريات شمونة ولمطلي، حيث تسقط عليها الصواريخ أكثر من مرة في يوم واحد وعلى طول الأيام بشكل متتالي. إلى القرب من شمال حيفا تحديدا في عكا ونهارية، صليات صاروخية متعددة، أكثر من 70 صاروخا تم إطلاقها باتجاه هاتين المدينتين في عكا ونهارية، أصابت مباني سكنية، أصابت مراكز صناعية، وأصابت أيضا مساحات حرجية واسعة، أدت إلى سقوط عدد من الجرحى في إصاباتهم حرجة بحسب ما أكدت الإسعاف الإسرائيلية أي فرقة نجمة داوود، وأيضا أدت إلى يعني تدمير وإلحاق أضرار كبيرة بالممتلكات هناك بين عكا ونهارية. في كرمائيل قبل قليل سقطت وأطلقت رشقة صاروخية باتجاه هذه المستوطنة، في كرمائيل عدد ليس قليل من الصواريخ تم إطلاقها باتجاه هذه المستوطنة الواقعة في الجليل الأوسط، أيضا حجم الأضرار كان كبير جدا بحسب ما أكدت المشاهد التي بثها الإعلام الإسرائيلي حول الأضرار في كرمائيل، وحتى الآن لا تزال فرقة نجمة داود وطواقمها تعمل على إخماد الحرائق التي اندلعت على طول المناطق الممتدة من كرمائيل إلى عكا فنهارية. صفد كما أصبح معلوما تقع ضمن جدول النيران بشكل يومي، وتطلق العشرات الصواريخ باتجاهها، وهذا الأمر تكرر اليوم حيث دوت فيها صفارات الإنذار وفي محيطها، وسقطت عليها أنواع كثيرة من الصواريخ ورشقات كبيرة ليس نهاية أيضا بإصبع الجليل كريات شمون، المنارة، مسكف عام، مارجليوت وغيرها من المستوطنات، رشقات صاروخية لا تتوقف باتجاه هذه المستوطنات، إن كان قصف للمستعمرات لسيما كريات شمون أو حتى قصف التحركات الإسرائيلية لسيما في محيط المنارة مقابل ميس الجبل، وحتى في محيط مسكف عام مقابل بلدة العديسة، وأيضا مارجليوت في مقابل بلدة مركبة أو قرية هونين اللبنانية المحتلة. إذن
الجبهة مشتعلة على مدار الساعة، الصواريخ لا تتوقف، الغارات أيضا لا تتوقف، هذه السحب الدخانية التي نراها على الهواء مباشرة خير دليل على ماذا يحدث على طول الجبهة الحدودية. حتى الآن نحن نتحدث عن مسافة تتراوح بين كيلومتر وكيلومترين من التوغل الإسرائيلي، وصل في بعض الأحيان وتخطى هذه المسافة، لا سيما مع وصوله إلى محيبيب وتفجير المنازل. ولكن غرفة عمليات المقاومة أكدت يوم أمس أنه ما من تواجد إسرائيلي على الأرض في محيبيب، إنما وبعد تفجير هذه المنازل تراجع العدو الإسرائيلي عن هذه البلدة. الأمر نفسه حدث في الأطراف الشرقية لميس الجبل وبليدة، حيث انكفأ العدو باتجاه يعني هذه المناطق وهذه الأطراف دون إمكانية الوصول إلى ساحات هذه البلدة، وحتى باتجاه الأطراف الغربية لها بمقابل البلدات في الداخل الجنوبي. هذا هو توصيف لما حدث في الساعات الماضية منذ ليل أمس وحتى هذه اللحظة. أكيد الجبهة مفتوحة على كافة الاحتمالات خلال الساعات والأيام المقبلة، وبالتالي نحن سنرصد أي جديد فيما يتعلق بجنوب لبنان. روان.